اوكي. حضور مالتنا 13. اوكي غير كذا سيب. الشير واضح يومكم شباب؟ واحد تور واحد تور اوكي. اليوم راح ناخذ الموضوع ايضا لا يقل عن اهميه عن بقيه المواضيع اللي تخص الصناعات الغذائيه، اللي هو موضوع الايفابوريشن. مساء الخير. اخذنا بالفصول السابقه اخذنا الديهايدريشن، عمليه التجفيف، وتعرفنا على حسابات اللي نحتاجها بعمليات التجفيف، وانواع الاجهزه المستخدمه في التجفيف بالنسبه للصناعات الغذائيه. الفصل اللي قبله اخذنا الميكسينج، وتعرفنا شنو الستاندر كونفيجريشن للميكسينج، وكيفيه حساب الباور اللي نحتاجها، وعمليه السكيل اب للخزانات الخلط من مستوى الى مستوى اعلى. اليوم راح يكون عندنا موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع الايفابوريشن، اللي هو معظم الصناعات الغذائيه حقيقه يعني تتواجد بها هذا اليونت اوبريشن بشكل مهم جدا. فالايفابوريشن هنا may be defined as the vaporization of a volatile solvent by ابليوشن. الابليوشن يعني الفوران او الغليان نسميها، يعني هي عملية ازالة شنو؟ انتبه الى شغلة مهمة، هي السولفنت المذيب، يعني السوليوت ما له علاقة به نهائيا. فبالتالي بسبب ازالة السولفنت المذيب راح يصير عندي السوليوت اللي زاد تركيزه، فيزداد عندي تركيز السوليوت. طبعا الايفابوريشن او الفابورايزيشن باي بويلينج in order to differentiate between the evaporation and dehydration. هنا عندي boiling، هنا عندي boiling. بالديهايدريشن عندي عملية تحول المادة السائلة اللي موجودة بالمادة الغذائية إلى بخار. زين، البخار يسحبها من وين؟ يسحبها من عندنا الهواء. كمية البخار اللي موجود هو كمية قليلة، يعني نسبته تقريبا 20 30، يعني من 20 إلى 30. هنا لا، ما عندي كم يعني تراكيز عالية بالنسبة للسولفنت، فبالتالي باللي هنا راح يصير عندي عملية البويلينج، عملية الغليان، اللي هي هاي ما موجودة أصلا وين؟ بالديهايدريشن. الأهداف الأساسية اللي نحتاجها في عملية الإيفابوريشن في الصناعات الغذائية تتمثل بما يلي. أول شيء إنه أنا عندي الماس والفوليوم ريدكشن، أقلل من كمية أو حجم المنتوج الغذائي مالتي من خلال تقليل من كمية المي اللي موجود بيه، فتسهل عندي عملية يعني النقل مالته والخزن. الهدف الآخر، الهدف الثاني هنا هو عملية preservation، عملية تعقيم بالدرجة الأساسية، إنه أنا أقلل من الأكتيفيتي مالت الووتر باتجاه العمليات التخمر وغير ذلك. فبالتالي راح يصير عندي هنا بهاي الطريقة انه عملية حفظ افضل للمنتج مالتي. الهدف الثالث هو تهيئة المنتج مالتي الى مراحل اخرى، يعني هو راح يكون من ضمن سلسلة مراحل للحصول على المنتوج النهائي، اللي مثلا السكر، يعني اهيئ علما الى مرحله الكريستلايزيشن، البلوره، بحيث يبدي عندي يتحول بالبلوره، يتحول من سائل الى ماده صلبه، يبدي يترسب. فمن اريد اوصل الى حاله الكريستلايزيشن لازم اوصل المحلول مالتي الى حاله الساتوريشن،
بستخدم الايفابوريشن، ابدي اني افصل المي، املي المحلول مالتي ويبدي يوصل الى حاله الساتوريشن، يبدي عندي عمليه الكريستلايزيشن او عمليه البريسيبيتيشن اذا كان عندي بكتين او دمس الاسماك، كوجليشن مثلا، فورمينج مثلا اذا كان عندي كاندي، ديهايدريشن اذا كان عندي ميلك وما شابه ذلك. اذا الهدف الثالث هو تهيئه المن الى مرحله نهائيه اخرى. الهدف الرابع هو الحصول على قوام محدد ومطلوب، وهذا ان يكون عندي شنو، عندي العصير مثلا، عصير الجزر او غير ذلك، او الكاتشب مثلا، او عصير طماطه، احصل على قوام افضل من خلال الايفابوريشن. اذا هذه الاربع اهداف الاساسيه اللي هي تمثل الهدف من اجراء الايفابوريشن في الصناعات الغذائيه. طبعا هي تعتبر عمليه الايفابوريشن هي احد العمليات المهمه في الصناعات اللي هي لارج سكيل، يعني على مستوى صناعي معروف في الصناعات الغذائية. وعندنا مصانع يكون بها الـ evaporation capacity تصل إلى مئات الأطنان من المي في الساعة. وأيضا لازم اللي بالنا انه الايفابوريتر دائما يكون ماده الصدمات هي الستانلس ستيل، اللي هي الماده المقاومه، هو يعني سبيكه الستانلس اللي هي ماده مقاومه للتآكل. ويكون عندي النوع الغذائي مالته اللي هو 304. بس هي بصوره عامه الايفابوريتر تعتبر يعني ريليتيفلي اكسبنسيف، يعني مكلفه، لا تعرفون هي صناعتها والماتيريال مالتها تكون يعني من ستانلس ستيل، قلنا يعني هذا يكون غالي اساسا يعني كسبيكه، واضافه الى الكنترول اللي دا يصير بها، فتكون عندي الستيم اللي احتاجه اني بالايفابوريشن، راح احتاج ستيم جنريتر هنا، فهي تكون عندنا مكلفه. وهي طبعا عندنا اهم شيء الانرجي هنا، هي اللي تتحكم بالتكلفه. وهذه هنا الانرجي هنا شلون اقلل استهلاك الطاقه، اقدر اقللها من خلال مسارين. المسار الاول استخدم ما يسمى بالمالتي افكت ايفابوريتر، والمسار الثاني اسوي الفيبر اللي دي يخرج عندي من الايفابوريتر اسوي له ريكمبرجن، اعاده ضغط. فكلا الحالتين ممكن اقلل من الانرجي كونسبشن. طبعا ان فود اندستري ذا ايشيو اوف ثيرمال دامج، ادي هاي مهمه جدا للبرودكت، يعني التاثير الحراري للماده الغذائيه. فبالتالي هنا يفضل يكون عندي الايفابوريشن دائما شيء يكون عندي يفضل في يعني اندر فاكيوم، اندر فاكيوم وليس اندر يعني لا نسميه احنا ريديوست بريشر، يعني اندر فاكيوم، على مود نقلل من تاثير الحراره على من على المنتوج الغذائي مالتي. طبعا هنا أنا من اقلل الحراره يعني اوكي انا راح احافظ على هذا الشيء انه اقلل من التاثيرات الحراريه، بس بنفس الوقت من اقلل يعني راح اقلل درجه الحراره، راح يصير عندي الفيسكوسيتي اعلى بالنسبه للماده السائله اللي يغلي، راح يصير عندي سلور هيت ترانسفير، حراره انتقال حراره اقل، ويحتاج ريتنشن تايم اعلى. اذا اللونج ريتنشن تايم مع انتقال حراره اقل، فبالتالي راح يصير عندي عملية اوبتمايزيشن بالنسبة إلى اختيار الايفابوريشن، بحيث أقدر أني أوازن ما بين هذه المتطلبات. عملية الايفابوريشن ممكن أن تكون أيضا ليس فقط يعني عملية تركيز المادة السائلة الغذائية، ليس فقط يكون عندي عن طريق الإيفابوريشن، ممكن أستخدم طرق أخرى مثل الريفرس أوزموسيس، الفريزي وما شابه ذلك.
بس طبعا تعرفون كل طريقة لها تكلفتها. ويبقى العامل الأساسي اللي هي المادة الغذائية، هل هي تتأثر بالحرارة؟ إذا تأثر بالحرارة بشكل كبير فألجأ المن إلى طرق أخرى. نجي الآن حساباتنا اللي نحتاجها هنا في هذا الجزء المهم، هو نريد نعرف مثلا ايش قد نحتاج ستيم، او ايش قد كمية الفيبر اللي راح ينفصل لي عندي، وايش قد نحتاج او ما يسمى بالثيرمال افشنسي، ايش قد الكفاءة الحرارية بالنسبة لمن للايفابوريتر، هذه هي نحتاجها. فهاي شلون نوجدها؟ من خلال المبادئ اللي تعلمناها في المرحلة الأولى اللي هي مبادئ الهندسة الكيميائية أو البايو كيميائية، اللي هي الماتيريال بالانس والإنرجي بالانس. هنا نجي نستخدم ماتيريال بالانس وإنرجي بالانس بشغلنا. فأول شيء احنا نسوي سكتش طبعا هنا شغلنا الآن فقط سينجل افكت ايفابوريتر، يعني عندي فقط ايفابوريتر واحد، يصير عندي مالتي افكت يعني اكثر من ايفاد، الى حساباتها راح نجيها مستقبلا. نجي على هذا، فاجي اسوي الرسم مالته، راح يطلع عندي الداخل هو الفيد، مواصفات الكتله مالته ام اف، والكومبوزيشن، الكومبوزيشن دائما اخذه شباب المن للماده الصلبه اللي عندي، نسميها بالاكس اف، نسبه الاكس اف مالته، نسبه الماده الصلبه اللي موجوده، وعندي الاتش اف اللي هو الانسالبي مالته. الخارج عندي راح يكون الفيبر من الاعلى فإلى الام ام في، والاكس مالته واحد لانه هو فيبر، مو يعني، ومع العلم انه يجي يكون ويا جزء من الماده الصلبه بسبب الفقاعات او القطرات مالت الفيبر اللي دي يصعد من الليكويد، بس احنا عاده يتم اهمالها. وعندي من جوا راح يكون عندي الكونسنتريت. هنا عندكم هسه الان ويا يا شباب اكو خطا عندنا هنا بالكتاب، نكاتبه بي يعني مسميه برودكت ومطي ترميز للبرودكت، بينما هو مشتغل على الكونسنتريت على السي. بس صححوه هسه قدامكم اذا ملزمينكم، مثل ما انا هسه كاتبها معكم، انه هذا راح يصير بدل البي سي راح يصير عندي ام سب سي، اكس سب سي، واتش سب سي، واضح؟ وهنا ايضا عندنا بالستيم اللي دا يدخل، الستيم اسميه اس، الكتله مالته ام اس، والانثالبي مالته اتش اس، ومن دا يصير كوندنسيشن يطلع عندي ليكويد بنفس قيمه الاس، نفس الكميه اسميها بالاس سي، ونفس قيمه الام اس اللي هي اسميها بالام اس نفسيتها، وقيمه الاس سي اللي هي بيكون عندي فقط ليكويد، يعني ثالبي مالته فقط ما يكون ليكويد. فصلحوا لي هسه هذه امامكم بالملازم، لانه هاي بالكتاب اكو خطا او هنا ما منتبه عليه، فصححون هذه اللي امامكم. واضحه شباب؟ شباب صححتوا اللي انا قلت لكم عليه؟ اي نعم دكتور، لان هذا خطأ بالكتاب فصححه، جيد صححه من يومكم. واضحه يعني بالشير؟ زين واضحه دكتور. جيد، اذا اجي الان اسوي هنا شو احتاج؟ احتاج ماتيريال بالانس، واحتاج هيت او نسميها انرجي بالانس، هذا كل شغل هنا. الماتيريال بالانس احتاج اثنين، احتاج الاوفر اول ماتيريال بالانس، انه الاف في الداخل راح يساوي ان الفي زائد السي، هاي اول معادله احتاج. المعادله الثانيه احتاجها هي الماتيريال بالانس انما للسوليد فقط، للماده الصلبه اللي موجوده بالمحلول، يعني سوليد ماتيريال بالانس، يعني الكومبوننت مالتي هو السوليد. فراح يكون عندي الصوليت وين موجود؟ موجود بالفيد الداخل وبالكونسنتريتد، يعني البيبر ما بيه صوليت، فراح يكون الاف في الاكس اف شو يساوي لنا؟ السي في الاكس سي. السي في الاكس معادله 5-2. هذين المعادلتين الاساسيه اللي احتاجها. الان اذا اربط ما بين اسوي تعويض معادله 5-2 ب 5-1،
فراح احصل على المعادله اللي هي تربط لي ما بين الفي، الفي شي يمثل كميه الفيبر اللي راح يخرج من الاعلى. فعلاقته بالفلوريت الداخل راح يساوي الفي يساوي الاف في واحد ماينس واحد على ار. الار هنا نسميها الكونسنتريشن ريشيو، الكونسنتريشن ريشيو، وهي شو تساوي الاكس مالت السي على الاكس مالت الاف. يعني المول اوف المور او هنا لانه هو نفس تاعنا، يعني اذا ناخذ مول فراكشن او ويت فراكشن نفس الشيء، بس هنا كل شغلنا على الويت فراكشن. الويت فراكشن هنا للماده الصلبه بالكونسنتريت على الويت فراكشن المن للماده الصلبه بالفيد، هذا نسميه بالكونسنتريشن ريشيو، بالكونسنتريشن ريشيو. إذن هاي المعادلات الثلاثة واحد واثنين وثلاثة أحتاج بكل شغلي كمية بالانس، أحتاج انرجي أو هيت بالانس. المعادلة العامة هذه اللي هي خمسة أربعة راح تساوي الانثالبي الداخلي اللي هو شيء يمثل الفيد بالاتش اف، يعني معدل الجريان الكتلة يعني الماس ريت مالت الفيد الداخل في الاتش اف الانثالبي مالت. هذا وين؟ هذا الداخل هنا، لو نرجع الرسم مالتنا هذا هو الداخل هنا. بعد ايش عندي داخل كحراره؟ عندي داخل الحراره المنتقله منين؟ من الستيم من البخار، اللي هي راح تساوي ان كميه البخار مضروب في الفرق ما بين الانثالبي مالت البخار الداخل ناقصا الخارج، الداخل ناقصا الخارج. فهذه هي شنو هي؟ ايش تمثل لنا؟ اللي هي هذه راح اشر عليها، هذه مالت الستيم، هذه مالت الستيم. ستيم اوكي، يعني هذه مالت الستيم. هذه السي في الاس سي، هاي الخارج المركز، المحلول المركز الخارج. هذه الفي في الاتش في، هاي كمية الحرارة ويا من والبيبر الخارج، البخار الخارجي من الاعلى، زائدا كيو ال اللي هي شو تمثل هنا؟ كيو ال تمثل كمية الحرارة المفقودة للمحيط، ريت اوف هيت لوسز للمحيط. اذا هذه، وهاي طبعا احنا المبادئ الشباب اعتقد يعني تعلمناها او مو جديد علينا، خدناها بالمرحلة الاولى او الثانية، انه شلون نسوي انرجي بالانس او هيت بالانس، شلون نسوي ماتيريال بالانس. إذن المعادلات الأربعة هذه هي أساس كل شغلنا الآن، أساس كل شغلنا بالنسبة للسنجل إفكت إيفابوريتر، سنجل إفكت إيفابوريتر. مثال تطبيقي اللي هو مثال خمسة واحد. المثال خلينا نقرأ قبل لا أروح للمثال. شباب أكو واحد عنده سؤال شيء ما واضح بالمعادلات؟ أسمع منكم. واضح دكتور. آه جيد، يعني كلها واضحة. أوكي. يقول عندي هذا المثال، يقول a single effect continuous evaporator is used to concentrate، يعني يستخدم لتركيز a fruit juice، عندي عصير من الفواكه from 15 بيكس to 40 بيكس. هاي البيكس هي وحدة تركيز تستخدم للعصائر، وراح نتعرف على قيمتها شنو هذه الوحدة التركيز. The juice is fed at 25، يعني درجة حرارة 25 at the rate، معدل يعني ال F مال تشقد اللي هو 5400 كيلوغرام بير اور، وإذا اشتغل بير سكند يطلع عندي 1.5 كيلوغرام بير سكند. The evaporator is operate at reduced pressure، اللي يعطينا البوينت موج مال تشقد 65 سنتيغريد.
عملية التسخين is by saturated steam at 128 سنتيغريد. يعني دا استخدم يعني هنا نوع الستيم هو ساتوريتد. مرات شيء يجي هنا بالسؤال سوبر هيتد، وهم من نتعلم شلون نطلع البيانات مال السوبر هيتد مستقبلا. Totally condensate inside، يعني كل هذا الستيم من ساتوريتد تحول الى ساتوريتد ليكويد، كله يتكثف تحول الى ليكويد بنفس درجه الحراره، يعني راح يفقد فقط اللمده مالته، يفقد فقط اللمده مالته. The condensate exists at بنفس الدرجة اللي هي 128. Heat losses are estimated to amount، يعني كمية الحرارة المفقودة للخارج، وده يقول لي إنه قيمتها هي 2% من الـ energy supplied by the steam، من كمية الحرارة اللي تجهز من قبل الـ steam، اللي هي هاي كمية الحرارة اللي هي يساوي الـ S في الـ HS ناقصا الـ HSC. يعني هاي كمية الستيم أضربها في 0.02 أطلع كمية الحرارة المفقودة اللي هي 2%، يعني 0.2 على 100 يعني 0.02 كمية الحرارة المفقودة من للمحيط. المطلوب هو الـ concentration ratio، ايش قد قيمة الـ R. بعدين يريد ايش قد الـ evaporation capacity اللي قيمة الـ V الخارج، مالت الـ vapor الخارج. وش قد ستيم كونسبشن، يعني قيمة الاس، وش قد قيمة الاس اللي أني راح أحتاج ككمية ستيم لعملية الإيفابوريشن. طبعا هنا شباب إنه ضروري جدا تكون عندكم معرفة سابقة في استخدام الستيم تيبلز. وهنا قبل لا أبلش بحل السؤال أريد أسألكم، الستيم تيبلز مستخدمين سابقا؟ نعم دكتور مستخدمين. نعم دكتور. شنو انواع الستيم تيبلز اللي استخدمتوها؟ دكتور من التمبرشر للبرشر، يعني نطلع المثالي بيه ماشي، يعني عندك الستيم بالساتوريتد وعندكم بالسوبر هيتد مو؟ نعم دكتور اكو بالساتور هيتد وبالسوبر هيتد. مشتغلين على السوبر هيتد، شلون طلعوا مثلا ال اتش في اي دكتور لازم عندنا تمبرشر وبرشر ونطلعه. ممتاز، اذا عندكم، يعني انا اريد اتاكد انه مستخدمين مشتغلين بيديكم، يعني شغلنا هنا كله راح يصير عليه من على الستيم تيبل، يعني اللي ما يعرف يستخدم الستيم تيبل يعني ما يقدر يشتغل هنا، ما يقدر يحل السؤال، لانه يعني انا عندي ستيم وعندي يعني لازم اطلع ايش قد الاتش مالته السالبه مالته، فاروح ارجع اداول. اذا اوكي ما عندنا بي مشكله، جيد نستكمل المحاضرة مالتنا. إذا نجي الآن شلون طريقة حل هذا السؤال؟ مثل ما تعودنا نسوي توضيح لحل طريقة الحل اللي هو هذا التوضيح مالتنا. أول شغلة أجي أسوي هاي البيانات يا شباب اللي معطينا إياها أرتبها بسكتش بسيط حلو. هذا الإيفابوريتر أسوي بلوكه، أدخل الاف اللي هو عندي الفيد، ايش قد لازم عندي الام اكس، مو شرط الام اف، لازم اعرف الاكس اف والاتش اف، ايش قد التركيز او الويت اوف فراكشن مالت السوليد بالاف، وايش قد الاتش اف، هاي وحده. من اللي يطلع عندي الفي لازم اعرف ايضا الاتش اف الاتش في مالت ايش قد. من الاسفل يطلع عندي السي، لازم اعرف الاكس سي والاتش سي مال تشغيل. والستيم اسوي له مثل هذا الرسم، عباره عن كويل ان واوت، فعندي الستيم الداخل لازم اعرف ايش قد درجه حرارته وايش قد الاتش اس مالته. بعد الكوندنسيشن راح يطلع عندي ليكويد، فلازم اعرف ايش قد الاتش اس مالته بنفس درجه الحراره. فهذا اول رسم بسيط اسويه، هاي اول خطوه. الان عندي ال 15 بيكس وال 40 بيكس هي الاكس، يعني هي نفسيتها تمثل 15 على 100، يعني الاكس هنا راح تساوي قيمه البيكس على 100 يعني 0.15 راح تصير عندي، وكذلك هنا ال 40 بيكس راح شو تساوي لنا؟ ال 40 بيكس تساوي لنا ال 40 على 100 يعني عندي 0.4 بالنسبة للاكس سي.
الآن عرفنا البيكس شلون نحولها للإكس، واضحة عندنا، بس أقسم على 100. الآن بعد الرسم أسوي المعادلات اللي ذكرناها. أول شيء أسوي أوفر أول ماتيريال بالانس، الـ F الداخل شو يساوي لنا؟ الـ V زائد الـ C. هو مطين قيمة الـ F ايش قد؟ 1.5 كيلوغرام على سبيد. المعادلة الثانية أسوي سوليد ماتيريال بالانس، الـ F بالـ XF اللي عندي راح يساوي الـ C بالـ XC اللي عندي. اجي اعوض معادلة 2 بالـ1، راح اطلع المعادلة اللي هي رقم 3 اللي قبل شوية ذكرناها، انه ال V هاي من خلال التعويض، ال V راح يساوي ال F 1 ناقصا 1 على R، وال R اللي هي concentration ratio، واللي هي شو تساوي ال XC على XF. ال XC اللي هو 0.4 40 على 100، وال XF اللي هو 0.15، هذا 0.15 15 على 100 يعني 0.15، فيصير عندي 0.4 على 0.15 يطلع عندي 2.667. هاي قيمة ال R اللي هو concentration ratio اللي هو أول مطلب وراده. نجي الآن قيمة ال V المعادلة اللي وراها 5 3 أو 5 4 ما أعتقد، اللي هي ال V يساوي لنا ال F، هذا قيمته 1.5، 1 ناقصا 1 على من على ال R، فيطلع عندي 0.937 قيمة ال V. إذا قيمة ال C concentration لتطبيق المعادلة رقم 1 هذه راح ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا 0.563. هاي ماتيريال بالانس طبيعية احنا متعودين عليها ومشتغلينها سابقا. إذا احنا طلعنا الآن قيمة ال R اللي هو راتها، طلعنا قيمة ال V اللي هو راتها، وال V يمثل كمية البخار الخارج منين؟ من الإيفابوريتر. المطلب الآخر شو يريد؟ يريد قيمة الستيم. طالما يريد قيمة الستيم لازم أسوي انرجي بالانس أو هيت بالانس. يريد قيمة الاس هنا، أنا شلون أوجدها؟ فالمعادلة اللي هي 5 4 مول، أتأكد منها، أي 5 4 جيد. المعادلة 5 4 اللي هي هاي المعادلة. إذا من هذه المطلوب من عندي أحسب قيمة الأس، المطلوب من عندي أحسب قيمة الأس. إذا هنا شنو البيانات اللي لازم تتوفر عندي على مود أحسب قيمة الأس؟ أول شيء لازم أعرف الـ HF إيش قد، يعني الإنثالبي مالت الفيد الداخل، ولازم أعرف الـ HS إيش قد، يعني الإنثالبي مالت الستيم الداخل للتسخين، ولازم اعرف ال HSC الانثالبي مالت الليكويد اللي ناتج من تكثف الستيم الداخل اللي هاي الحراره المنتقله من البخار. عندي لازم اعرف ال HF للفيبر الخارج من الاعلى، ولازم اعرف ال HC المن للكونستريتد الخارج من الاسفل، وعندي لازم اعرف الـ QL. الـ QL مرات هو طاني اياها 2%، مرات يعطيني اياها رقم، او يقول لك قيمتها قليله اهملها، تهملها تعتبرها صفر، او يقول لك نسبه منين؟ من الحراره المنتقله اللي هي من قيمه الاس مضروب في الاش اس ناقصا الاش اس. هاي الخيارات اللي امامك، ماكو غيرها. اما يعطيك اياها كقيمه، او يعطيك اياها كنسبه من الحرارة المنتقلة من البخار، أو يقول لك يا بأهملها تعطي قيمتها صفر. الآن قلنا هذاني لازم نوجد القيم الإنثالبيز، شلون نوجدها؟ نجي الآن هو هنا بالسؤال مستخدم هاي العلاقة، يعني هاي أنا أعطيك إياها بالسؤال إنه الـ H يساوي 4.1، هاي خاصة بمن؟ بهذا النوع منين؟ من العصائر، يعني الحساب الإنثالبي مارتن راح يساوي لنا 4.187، هاي تمثل السعه الحراريه او السي بي، 1 ناقص 0.7 في اكس، اكس اللي هو الويت فراكشن، مضروب في درجه الحراره تي، في درجه الحراره تي. فاجي اعوض عن قيمه الاكس بالاكس اف اللي هو الداخل عندي هنا، هذا الاكس اف اللي هو 0.15، فطلع قيمه الاتش اف،
اجي نفسيتها هاي المعادله، اعوض عن الاكس بالاكس سي، هذا الاكس سي اللي هنا أنا عندي بالسي بالكونستريت، اطلع قيمه الاتش سي. اذا هاي الخطوه الاولى والثانيه وجدناها. نجي الان بعد نطلع بالنسبه للستيم الداخل، اروح على الستيم تيبلز، ايش قد رشحات الستيم الداخل اللي هو 128، رشحات الستيم الداخل 128، بروح على الستيم تيبل، الضغط عندي هنا واحد اتموسفير وعندي 128، اطلع قيمه الاتش اس والاتش اس سي. الاتش اس شو السم شو تمثل هذه؟ راح اكتبها هنا، ثبتوها يمكم شباب. الاتش اس مثل الاتش جي بالجدول، الاتش جي بالجدول، اتش سمول جي بالجدول، يعني الجدول بالستيم تيبل. والاتش اس سي تمثل الاتش اف بالجدول مالت الفلويد، بيش درجة حرارة اللي هي 128 وضغط واحد اتموسفير. ايضا من الستيم تيبل اروح بدرجة حرارة 65 سنتيجريد، اروح للساتوريتد هنا 65، اطلع ايش قد الاتش جي اللي تمثل الاتش في اللي هي هاي قيمتها. الاتش جي اللي تمثل الاتش في اللي هي هاي قيمتها. الان صار عندي كلها واضحه، اجي اعوض بس لعب قيمه. دكتور، نعم بس دكتور ال HSC هو اي صار ليكويد مو؟ صار ليكويد ساتوريتد. فانطلع من جداول الساتوريتد ليكويد مو من السوبر هيتد لا بالحالة الأولى، هذا يعني طلع من جداول السوبر هيتد. اثنيناتهن بكر، هاي اثنيناتهن مو سوبر هيتد. ها دكتور ايه اي اثنين بال من الساتوريتد. 128 اي اي ساتوريتد 128 سنتيغريد وواحد اتموسفير. نعم دكتور، وياي واضحه؟ نعم نعم دكتور واضحة. الا اذا اني بالسؤال، ها بالسؤال يقول لك سوبر هيتد، وش اعطيك؟ من اقول لك سوبر هيتد اعطيك اثنين، شلنا؟ جدول يعني. لا اعطي قيمتين بالسوبر هيتد، نعم شلنا؟ دكتور، شلنا؟ التمبرشر والبرشر لازم اذا سوبر هيتد ممتاز. ما يطلع من واحد. اثنيناتهم والبرجر مالته العالي يصير والتبريسر مالته تكون عالي، واضح؟ واضح سؤال. جيد ذكر. زين هسه صارت عندي كلها واضحه. قيمه الكيو ال قال لي 2% يعني ضربت 0.02 في قيمه الحراره المنتقله من البخار اللي هي هاي، يعني عوضت عن قيمه الكيو ال بي اس 0.02 في هاي القيمه اس في اتش اس ناقصا الاتش اس سي هاي القيمه. فصارت عندي معادلة كلها شنو المجهول بيها؟ فقط الاس. تلاحظوا هالمعادلة شنو المجهول بيها؟ فقط الاس، قيمة الاس هذه هنا عندي، وهنا ايضا عندي قيمة الاس، واضح؟ احلها معادلة عادية، احلها واطلع قيمة الاس، تطلع عندي قيمة الاس 1.135 كيلوغرام بير سكند. الان هو لهنا انا طلعت المطلب مالته، كمل الشغل بعد هاي الاستاذ راد من عندي هاي الشغلات البيانات طلعتها الكميات. اكو عندنا الثيرمال افشنسي شو تساوي لنا؟ هاي ثبتوها يمكم شباب، هي تساوي قيمه الفيبر الخارج من الايفابوريتر على قيمه الستيم المستخدم بالايفابوريتر. يعني هاي شو تمثل؟ تمثل اني مثلا من اجي اقسم يعني 38 سوري 38% من قيمه الستيم انا حولتها فيبر، اسميها بالثيرمال افشنسي. وش قد ما تكون عندي الثيرمال افشنسي عاليه تكون الايفابوريتر ممتاز. فهذه هنا ثبتوها يومكم الثيرمال افشنسي، هذا قانونها يساوي لنا الفي ال اس، ال في ال اس. واضح شلون طريقة حل السؤال شباب؟ واضح دكتور، واضح دكتور. جيد، أعيد لكم؟ لا لو دكتور أوكي. واضح، لا جيد، دكتور يعني واضح. جيد، احنا نريد أهم شيء الأمور عندكم واضحة شباب.
إذا عرفت شلون سويت الخطوات مالتي، بديت أول شيء سويت ماتيريال بالانس، وبعدين رجعت سويت انرجي بالانس. هن هذين الخطوات اللي أعتمدهم في حل أي سؤال. نرجع إلى هو هنا حالهم طبعا، بس شوف كان في شيء مختصر يعني، ما راسم ولا هذا. وطبعا هنا أنا مطبق هاي المعادلة اللي قلت لكم عليها، هاي خاصة بمن طبعا هو اني حسب نوعية السؤال، يا اما الانثالبي مالته، يا اما اعطيك معادلة تحسب من عندها، او تحسبها من خلال ام سي بي دلتا تي مثلا، اعطيك الكتلة واعطيك السعة الحرارية مالتها والدلتا تي اللي هي تي ناقص تي ريفرنس اللي هي ديفرنس 298، فتقدر تحسبها. هاي اذا كان عندي للفيد الداخل والكونستريتد الخارج، واضح؟ فأنا الفيد الداخل والكونستريتد الخارج، أما أعطيك معادلة أو تحسب لي إياها من هذا القانون. فهذه نسميها ملاحظات، يقول نوتس اون اكزامبل 5. خلينا نشوف شنو ملاحظاته على هذا المثال اللي قبل شوي، طريقة حله. شنو يقول لي؟ يقول لي البيكس اللي هي ديجري بريكس يسميها is an expression indicate concentration of the total soluble solid in solution، يعني كمية أو تركيز المادة المذابة بالمحلول، واللي هي in which solids are sugar like، يعني هي فقط يا شباب هذه الوحدة تستخدم لمن؟ للمنتجات الغذائية اللي بها سكر فقط، مثل العصائر السيراب. والوان بريكس شو يساوي لنا؟ الوان بريكس شو يساوي لنا شباب؟ يساوي لنا 1 كيلوغرام شوجر سوليبل لكل 100 كيلوغرام، لكل 100 كيلوغرام. فلما نقول 15 بريكس، يعني معناها شنو؟ 15 كيلوغرام لكل 100 كيلوغرام. هسه ال 15 على 100 تطلع لي الويت فراكشن، يعني ال 100 كيلو غرام شنو سوليوشن؟ الجزء على كل شيء مثل الويت فراكشن. زين، من اقول لك 35 بريكس ايش قد يعني الاكس؟ 0.35 بوينت 3. ممتاز، بوينت 3 5 مباشرة، يعني ما احتاج افكر بيها. زين، الكوانتيتي اوف ووتر، الملاحظات هاي اللي ذكرها، الكوانتيتي اوف ذا ووتر ايفابوريت بير يونت تايم نسميها بالايفابوريشن كاباسيتي، سعه التبخير، اللي قيمه الفي، قيمه الفي اللي هو تعطينا النورمال سايز انديكيتور اوف ذا كوميرشال. يعني انا اي ايفابوريتر اول ما اسال عنه بالصناعه اروح اقول له ايش قد الايفابوريشن كاباسيتي، يعني قد يقدر يبخر لي، قد قيمه الفي، يعني قد يعطيني بخار، ينتج لي بخار، يسحب لي بخار من المحلول مالتي، واضح؟ نسبه الايفابوريشن كاباسيتي للستيم كونسبشن نسميها بالثيرمال افشنسي، الكفاءه الحراريه، واضح؟ فهنا أنا بالسنجل افكت اللي عندي هنا الثيرمال افشنسي ايش قد صارت عندي؟ 38. زين، من راح اجي استخدم هذا السنجل، هذا واحد، من استخدم مالتيبل اثنين او ثلاثه، ايش راح تكون عندي الثيرمال افشنسي لهذا المثال؟ تزداد لو تقل؟ تزداد ستار تزداد ممتاز، صحيح، تزداد. يعني راح يصير عندي اثنين ايفابوريتر، هو انا مستخدم نفس التلست، لان انا راح اسوي انا بالايفابوريتر الثاني راح استخدم البيبر اللي اني سحبته من الاول استخدمه بالتسخين الثاني، فاستخدمت يعني انرجي، يعني صار عندي استغلال امثل لنا للطاقه، فكميه البيبر اللي راح ابخره اني راح يكون عندي اكثر نسبه الى كميه الستيم اللي اني قيمته ثابته اللي بدخلها للنظام. السيم هي نفس القيمة إذا دخلتها للسنجل الواحد أو للمالتي إيفكت إذا عندي اثنين ثلاثة، عادة هي صناعية ثلاثة مو أكثر من ثلاثة. ليش مو أكثر من ثلاثة؟ مين يقدر يجاوبني؟
يعني دكتور هسه لان ستيم حتقل درجة حرارته يعني هواية يعني حيصير. مو انت هنا بالي انت بكلها راح نجيها هسه احنا ان شاء الله على المحاضره الجايه مال المالتي افكت. انت بكل حاله راح تستخدم البيبر اندر فاكيوم مال اول ايفابوريتر تستخدمه للتسخين مال الثاني، واضح؟ فانت قاعد تنزل بيش بدرجات الحراره، ما تقدر تنزل هوايه بالنسبه لها، لان الفاكيوم راح يصير عندك كلش مكلف هنا. فبالتالي معظم الشغل عندنا دائما يصير عندي بالمالتي الثري مالتي افكت ايفابوريتر. درجة حرارة الفيد الداخل ده يقول لي ايضا ربما تأثر هنا. يعني هنا انا عندي اذا كان عندي الفيد الداخل بدرجة حرارة اقل من درجة حرارة الايفابوريتر راح تأثر لي هنا، راح احتاج حرارة اضافية على مود اوصل من الى درجة حرارة الساتوريشن ومن ثم التبخير. وعندي الهيت بالانس هنا تلاحظون هي هذه، هاي كمية الحرارة بهيجي حالة، يعني بهاي الحالة يعني كمية الحرارة المنتقلة من البيبر اللي هي هاي من الستيم راح يكون جزء من عندها راح يستخدم المن الى رفع درجة حرارة الفيد الداخل المن الى درجة الساتوريشن التبخر، وبعدين راح يجي عندي بعملية التبخير اللي راح يطلع عندي هنا كفيبر. وجزء الاخر طبعا هنا عندي راح يروح شنو ك لوست. فعندي هذه هي الحرارات اللي راح تصير. يعني هاي عندنا الحرارة وضحناها انه هذا شو تمثل الاولى، شو تمثل التمبتر رايز بالفيد الى درجة الايفابوريشن. مرات انا الفيد يدخل بنفس درجة الايفابوريشن فما احتاج حرارة، يعني ما احتاج اخذ من السيم اللي انا بدخله حرارة على مود اسخنه واوصله من الى درجة حرارة الايفابوريشن. عندنا الان الهيت ترانسفير داخل الايفابوريتر شو عندي يصير عندي هنا؟ An evaporator body is essentially a heat exchanger، يعني هو عبارة عن مبادل حراري equipped with appropriate device، مجهز بصيغة for separation of vapor from boiling liquid، هي عملية فصل واللي هو هاي الأنابيب، فصل البخار عن السائل اللي دا يغلي عندي. الـ evaporation capacity تعتمد على بالدرجة الأساسية على الـ rate of energy transfer from heating medium to boiling liquid، يعني كمية الحرارة المنتقلة من الـ heating medium اللي هو من هو الـ steam إلى الـ boiling liquid اللي هو عند أسوي عملية التركيز. فراح يصير عندي هذا هنا الـ condensing، راح يصير عندي هذا تمثيل اللي يصير عندي داخل الأنابيب مات الـ steam اللي راح تكون داخل الايفابوريتر. راح يكون عندي السايد اللي هو سايد ستيم اللي راح يصير فيه كوندنسيشن، وعندي السايد الثاني اللي هو الليكويد اللي انا اريد اسوي عمليه تركيز اله فاسوي عمليه بويلينج تبخير. فراح يصير عندي من تي اس الى تي بي، من تي اس الى تي بي. هي هنا اهم غلط هذه شباب، اسميها تي سي، من تي اس الى تي كابيتال تي سي، هاي هم صححوها عندكم. احنا ما عندنا يعني كل هذا راح تصير هنا أنا. اوكي، يعني صار من تي اس الى تي سي. فبالتالي شلون احسب كميه الحراره المنتقله؟ من خلال القانون العام، وهذا مار علينا شباب. الكيو يساوي اليو في الاي مساحه الانتقال، اليو الاوفر اول هي ترانسفير في الاي مساحه الانتقال، تي اس التي مالت الستيم اللي يبدي يعطي الحراره مالته، ناقصا التي سي مالت الكونستريتد اللي يصير عملية الغليان يعني مالت الايفابوريتر.
يعني التي اس هاي مالت الستيم اللي دا يدخل عندي لعملية التسخين، والتي سي هي مالت الايفابوريتر كونستريتد اللي موجود بالايفابوريتر اللي دا يصير. بس قد ما يكون عندي دلتا تي هذا راح اشر عليه عالي، تكون كمية الحرارة عالية، وش قد ما يكون قيمة الاي اليو عالية، هاي اليو قد ما تكون قيمة الكيو عالية، ايضا قد ما تكون قيمة الاي المساحة السطحية عالية تكون قيمة الكيو عالية. اذا هذه هي انه الكيو تزداد بزيادة اليو اوفر اول هيت ترانسفير بزيادة الدلتا سي وبزيادة الاريا. نجي الان شلون احسب اليو الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو اليو. هذا القانون اللي احنا ماخذيه سابقا يعني بالهيت ترانسفير راح يسوونه. سابقا احنا ناخذ الاتش اي والاتش اوت هنا على مود يعني يفرق عن الاتش اللي دي يستخدمه بالانرجي او بالهيت بالانس. احنا نستخدم ترميز اتش فسماه شو اسمه الالفا سي والالفا بي، الفا سي والفا بي. فهذا اللي هو الهيت ترانسفير كوندنسيشن، هذا الكوندنسيشن ستيم يعني هذا الستيم سايد، وهذا عندي البويلينج ليكويد سايد، وهاي عندي هاي تمثل شو تمثل مقاومة المعدن اللي عندي البايب الانتقال عن طريقه. فبالتالي انا من اريد احسب الكيو لازم احسب اليو، من اريد احسب اليو اما استخدم المعادله 5 8 احسب كل واحد بشكل منفرد اطلع البيانات مالته واعوضه واطلع قيمه اليو. عندي التيبل 5 1 اذا ما عندي بيانات الالفا سي والالفا بي او الكي والايتا اللي هي الثيكنس، اذا ما عندي هاي البيانات وانا اريد اطلع هذا اكو عندي هذا، بس انتبهوا عليه يا شباب، هذا typical value of the three components. يعني هذه عادة ما يعتمدوها يعني بشكل عام، اذا انا ما اعطيك معادلات تجي تستخدم هذه، اذا ما اعطيك معادلات لحساب الالفا سي والالفا بي تجي تستخدم هذه. الالفا سي اقدر اخذ قيمتها إذا كان عندي ستيم كوندنسيت أز فيلم هي 10,000، أما إذا ستيم كوندنسيت أز دروبس فهي قيمتها 50,000. الكي على الإي الستيلس ستيل إذا سمكة 1 مليمتر حاسبيها يعني هذه القيمة يعني الستاندر هي 15,000 قيمتها. وعندي الالفا بي اللي هو جانب البويلينج ليكويد يكون عندي اذا كان عندي فورس كونفكشن نو بويلينج قيمتها 2000، عندي بويلينج قيمتها 5000، للتوميتا باستي بويلينج قيمتها 300. هسه لو اخذ اول واحد 10,000 واخذ ال 15,000 واخذ البويلينج اللي هو ال 5000، هذا 5000 و15000 و10000. هسه كل واحد ياخذ هاي القيم 10,000 و15 و5000 ويحسب لي قد قيمه اليو اللي هي نعتبرها تيبيكال نقدر نعتمدها في حاله اذا ما مطيني قيمه اليو او ما مطيني معادلات احسبها من خلال الالفا سي والالفا بي. يلا جربوا لي الآن حاسباتكم وحسبوا لي اياها. نعم دكتور. جربوا بحاسباتكم عندكم معادلة 5 8 هذه وعطيتكم هاي القيم الألفا سي 10,000 والكي على اي 15,000 والألفا بي 5,000 وحسبوا لي اليوز قد إذا أخذنا هذه التيبيكال. استاذ والثيكنس ايش قد؟ مو قلنا هاي القيمة كلها بكر الكي على اي كلها هاي اللي تحتاجها
الكي على ايتا اللي هي مقلوب هاي القيمة هي ايش قد؟ 15000. منو قدر يحسبها؟ دكتور طلعوا بوينت او او ستة. بكر نطلع قيمة او بوينت او او 66 بعد. فرح سمير نعم دكتور، ايش قد طلعت عندك القيمة؟ حسبي اياها. ما أدري ما طلعت. ثواني دكتور يلا نورس. دقيقة دكتور، ده أحسب بقى تخيل. جيد. هلا سارة. هبة ما كل يوم ما سمعنا لها صوت. ده أحسب دكتور، يلا يلا خلينا نشوف. لحظة دكتور، بس بدنا نحسبها دكتور. 3.6 في عيني 10 صار. سالب منو هسه؟ واحد واحد. منو راح نورة. نورس ايش قد طلعت قيمة اليو؟ 3.6 في 10 سالب 4 ثلاثة وين ستة. بعد دكتور، أنا طلعت 0.004 66. غادة طلعتها 0.004 66. بعد علي ثائر. وينك علي ثائر؟ ويانا؟ اي نعم احسب لي دكتور. اياها عيني علي، احسب لي اياها بدي اشوف القيمة يمك ايش قد تطلع. شلون دكتور؟ احسب لي القيمة اليو الاوفر اول ايش قد. دكتور أنا طلعت 0.003666 منو؟ بالأخير 7. منو؟ هبة هبة؟ هبة هبة بوينت إيه 367. جيد. عندنا اكو مجموعة خارج التغطية. جيد، عندنا مجموعة خارج التغطية، يعني ما موجودة اليوم. اي بعد فرح. وين فرح؟ انا منتظر فرح. فرح سمير. دكتور طلعت لي 0.00021 فتشي ايوه دكتور. صحيح رجعت حسبتها تطلع 0.00366. بكر عاد حسابها طلعت اوب يعني نفس نفس صوتي الحسابات. دكتور. اي استاذ نفس اي صوتي وكلكم غلط بالمناسبة. دكتور. أنا طلعتها ليش دكتور؟ 3.6 في 10 سالب 4. غلط. ليش دكتور؟ نرجع على دكتور شوف ثانية اكو واحدة، مسألة ثانية مهمة. واحدة دكتور، بس عرفتها. يا دكتور نقلبها لازم، لأن هي واحد على يوم. قلبه أي بهبطة صحيح، ولا منك. واحد اي قلبها. استاذ لسه اقلبها. أي دكتور مقلوب. اي اي دكتور تطلع 2227. ممتاز. 2200. الكلام صحيح. فرح ايش قد طلعت عندك؟ اي تمام دكتور، مثل ما ذكر اي نورس. اوكي اذا بعد فرح هبة. نفسها دكتور، نفس اللي اللي ايش انا قد؟ ذكر. ايش قد؟ بس لحظة ايش بعدي، قد؟ بس لحظة الحاسب عندي وقفت. بس لحظة دكتور، من فرح ما الساعة تسمع. طلعتها قسمتها، بس بعدين سويت اكس فراح الرقم. بس يلا ثانية عيدها يلا. اذا فرح ما سمعنا. فرح منك ما سمعنا ايش قد طلعت. وتخربطت عندي كمان.
خربطت. احمد قاسم. دكتور نسيت الرقم اللي تقسم عليه، نسيته. يلا مو مشكلة. احمد قاسم وينك؟ شو ماكو؟ ما جاء، ما تفاعلت ويانا. زين، اذا اوكي. اذا تقريبا يعني هي المتوقع، ارجع ضاعوا هذه 10,000 وهاي 15 وهاي 5,000، مو القيم اللي اخذناها 10,000 و15 5,000، فتطلع القيمة الافريج في حالة اذا اني ما انطيتها بالسؤال ايش قد ناخذها من هسه نعتمدها، اذا انا ما انطيتها بالسؤال او اذا ما انطيتك معادلات تحسبها، اذا ما انطيتك زين ناخذها 2000، راح اكتبها هنا انا لا ننساها، اليو كاب راح يساوي لنا 2300، نعتمدها في حالة إذا ما قدرنا نحسبها لا من القوانين اللي يعطيني إياها يعني من خلال المعادلة 5-8، ولا هو مطيني إياها بالسؤال، إذا ما مطيني إياها بالسؤال آخذ هاي القيمة اللي هي سميها بالتيبيكال فاليو. أوكي اتفقنا؟ اللي هي هاي معظم الايفابوريترز يشتغلها. هاي قلنا اذا اني ما انطيتك اياها بالسؤال وما قدرت تحسبها منين؟ من معادله 5-8. اذا نجي الان لكل حاله، نجي اول شيء الحاله الاولى اللي هي شلون نحسب الالفا سي، شلون نحسب الالفا بي. الالفا سي اللي هو الهيت ترانسفير ات ذا ستيم سايد، يعني في من جهة الستيم. عندي طبعا empirical sim empirical methods for prediction heat transfer for condensate vapor، فهذه اما موجودة هاي بالكتب، فهذا اكو علاقات تجريبية، يعني انت لازم انا اعطيك اياها بالسؤال اقول لك مثلا انه هذا ممكن اعتماد العلاقة التجريبية كذا، فتيجي تستخدم هاي العلاقة وتحسب لي قد الالفا سي. الهيت ترانسفير ثرو ذا وول هو عندنا شنو؟ عندنا قيمة لازم عندك الكي والسمك، الكي اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي، فهذه اما تطلعها من الجداول، والسمك هو لازم يعطيك مثلا ايش قد البايب سكجول مالته وايش قد السمك مالته، تقدر من عندها تحسب. هنا عندي اكو مسألة مهمة انه بالوول عندي مسألة الفولينج اللي هي ترسبات. إذا كان عندي طبعا هنا عملية التسخين شباب اكو عندي طريقتين، الطريقة الأولى إنه أستخدم الكويل، الطريقة الثانية أستخدم الجاكيت، واثنينات معتمدات. فإذا استخدمت الجاكيت يعني يصير غلاف، يصير غلاف خارجي على الخزان، والكويل لا يصير داخلي، كويل داخلي داخل الخزان. فوين يصير عندي ترسبات؟ اما يصير عندي على سطح الكويل، او يصير عندي اذا كان جاكيت على سطح الايفابوريتر الداخلي، يصير عندي عمليات الفولينج. ليش؟ راح تترسب عندي بسبب التركيز، تترسب عندي مواد تلتصق بمن؟ بالجدران. طبعا هذه عمليه التصاقها راح شو تسوي لي؟ تقلل لي منين؟ من الحراره المنتقله، تسوي لي مشكله، يعني راح يقل عندي الهيت ترانسفير بالايفابوريتر. عادة نستخدم احنا الستيم ستيل اللي دائما قيمته هي 17. ال شو اسمه الكفر سابقا كان مستخدم اللي هو طبعا الثيرمال كونتاكت مالته عالية 360، بس اكو مشكلة بالصناعات الغذائية، مشكلة الكفر يعني تسبب لي تسمم، فبالتالي تم استغناء عنه، فبقى فقط الستيلس ستيل. والستيلس ستيل يا نوع شباب اللي نستخدمه دكتور، يعني قصدك الثيكنس مالته لو شنو؟ لا هو سبيكه، سبيكه بها ارقام دكتور، كان 300 وفد شيء ما ذكر اي الرقم 304 صحيح، اي 304 الستيلس ستيل
عندي عدة سبائك السلسل، هي كلها مقاومة، بس السبيكة اللي الغذائية هي 304، عندي 316 سبيكة، عندي 328 أيضا سبيكة، بس أفضل سبيكة عندي هي 304. طبعا هنا الفولينج از ديبوزيت اوف سيرتين سوليد، فراح تسبب لي يعني من على قلل من هذا، مثل ايش هذه السوليد؟ كوجليتد بروتين مثلا، يعني عندي بروتين بالملك مثلا، عندي كارملايز سكر، يعني هذا السكر السير مثل بالفود تشويس مثلا بالكوفي، هذه كلها تسبب لي شنو؟ تسبب لي عمليه يعني خفض بمن بانتقال الحرارة، يعني راح يصير عندي تأثر لي على من على انتقال الحرارة، وأيضا تأثر لي على من على الكواليتي مالت البرودكت، تأثر لي على الاكوبمنت لايف تايم أيضا، يعني تقلل لي من العمر التشغيلي مالت المنظومة، ولهذا أنا يراد بين فترة وفترة أسوي عملية تنظيف من للكويل او للخزان الداخلي للايفابوريتر على مود يتخلص من هذه الفولينج اللي لها تاثير كلش كبير على كفاءه الايفابوريتر. الريت فولينج كان اوبتيم ريديوس اقلله باي انكريزينج التيربلنس اند ذا برودكت سايت، يعني زيد الاجيتيشن الفلو داخل الايفابوريتر، او اسوي معالجه اوليه من للفيد اقلل من المواد اللي تسبب لي هذه يعني الترسبات، ممكن ايضا بهذا الشيء. المشكله عندنا اللي هو الهيت ترانسفير ات ذا برودكت سايد، هذا هو مشكله المشاكل، يعني ذاك الاول واحد والله هذا يصير عندي فاولنج، بس اقدر احسب قيمه الهيت ترانسفير. السايد ستيم ما عندي بيه مشكله، يعني ليش؟ لانه بالسايد ستيم ما عندي لا ترسبات ولا هذا، وهو شنو السيم ده يتكثف يصير عندي ليكويد. هنا لا شباب، هنا المساله اكثر تعقيد، وين؟ بالسايد مالت البرودكت مالتي، يعني بالمحلول، لان يعني هنا البروسيس تحكمها حقيقة عندي تو فيس فلو، هنا بس عندي بابلز وعندي ليكويد، فهذه هي راح تأثر لي على مواصفات المنتج مالتي، فعندي هنا تو فيس، يعني عندي هنا حساب اليو او الالفا، طبعا اكو كورليشن الها، بس هنا تكون جدا معقدة. ليش؟ لانه عندي تو فيس هيت ترانسفير، والتو فيس هيت ترانسفير معادلاته تختلف جذريا على الون فيس، يعني يكون عندي طور واحد، او مثل عندي تغير بالتشينج بالطور من ليكويد الى من غاز الى ليكويد. بشكل كوالتيتيفلي يعني نوعي، الهيت ترانسفير كوفيشن ار ذا برودكت سايد انكريزز ازداد مع شنو؟ مع زياده الموفمنت مالت الليكويد، يعني روتيشن، and decreases with liquid viscosity، ويقل مع زيادة لزوجة المحلول. ال viscosity هنا زيادة ال يعني ال viscosity ازداد مع زيادة التركيز المحلول، يعني أثناء عملية ال evaporation تتأثر أيضا ال viscosity بدرجة الحرارة. إذا كانت عندي ال liquids نسميها بال non-Newtonian فلويدز، هو من النوع النونيوتينيان، النوع الشير ثيننج فلويد، يعني هي شنو هاي النونيوتينيان؟ النيوتينيان فلويد اللي هو المي مثلا، انه الفيسكوسي مالته ثابته ما تتاثر بالاجيتيشن بالخلط بالشير ستريس اللي انا اسويه نهائيا ثابته. بالنونيوتينيان لا، الفيسكوسيتي تتاثر بمن؟ بالاجيتيشن بالفلو، فاكو نوعيه تزداد مع زياده الاجيتيشن، واكو نوعيه تقل مع زياده الاجيتيشن، فعندنا الشير ثيننج والشير ثيكنينج، اثنين عندنا هنا، مثل الكشف عندنا اللي هو شير ثيننج فلويد
فود مثل الكتشب، الفروت، هاي كلها. طبعا انتاج البخار هنا حقيقة إلى تأثيرين متناقضين. التأثير الأول أنه يزيد لي البابلز، هاي يزيد لي الهيت ترانسفير. بس من يزداد كمية البابر، تعرفون الفيبر الهيت كوندكتيف مالته شنو؟ قليلة، مو مثل الليكويد. فمن يصير عندي كفيلم، من يتكون عندي كفيلم، فراح يصير عندي الهيت ترانسفير يبدي يقل، الهيت ترانسفير يبدي يقل. إذا من اللي يتحكم إنه أنا هنا أنا هذا الشيء، يعني أزيد الأول أقلل الثاني؟ اللي يتحكم لي هو الدلتا تي اللي أنا راح أستخدمها بالنظام. إيش قد هاي الدلتا تي؟ عالية، قليلة؟ اللي هي راح تأثر لي، من اللي راح يسيطر عندي، البيبر لو الليكويد؟ فبالتالي الـ coefficient of heat transfer increases due to agitation by rising the bubbles. This is a question point now. If data is increased, the vapor is generated at high rate. راح يزداد عندي وراح يتحول عندي هنا، من يزداد البخار راح يتحول عندي بصيغة فيلم، يعني يبدي هو يصير حاجز بين المعدن وما بين الليكويد، يصير عندي فيلم نسميه بالفيلم بويلينج. فهذا راح يكون عندي يسبب لي انخفاض كبير بمن؟ بانتقال الحرارة. فيسبب لي انخفاض كبير بانتقال الحرارة. ولهذا جدا ضروري اكون اني يعني منتبه لهاي المساله، انه اني ايش قد راح استخدم الدلتا تي اللي تكون عندي اوبتيمم بشغلنا. اللي ياثر على التو فيس فلو نيشر هي ترانسفير، عندي سيرفس تنشن، الفيبر سبيسيفيك جرافيتي، الفيبر ماس ريشيو، هاي كلها تاثر على من على الهيت ترانسفير كوفيشنت. وهاي مستقبلا راح اعطيكم علاقات ان شاء الله، اللي هي من خلالها تقدر تحسب الالفا بي اللي هي مالت البويلينج. يعني اكو عندنا علاقات تحسب الالفا سي اللي هو كوندنسيشن، واكو عندنا علاقات تحسب الالفا بي. بس هي بصوره عامه هي هاي العلاقات موجوده بالكتب حقيقه، بس هنا الشيء المميز شباب خلوها بالكم انه هذه تطبيق هاي العلاقات بالنسبه للفود ليكويز يعني يكون يعني بي يعني نوع من يعني بجانب ايرور. يعني ليش؟ لانه له خواصه هذا الفود، مو مثل اللي نستخدمه بالمي الاعتيادي، هنا الخاصيه تختلف. فهي هي تطبق الان موجوده، بس شنو بها نسبه ايرور. عندنا مثال توضيحي على استخدام حساب اليو اللي هو هذا مثال example. واحد يقول a single effect evapor is to be used to concentrate a food solution من 15% إلى 50%. The feed stream enters the evaporator بهاي درجة حرارة 291 with feed rate مطيني الاف مالته. Steam is available at هاش مطيني ضغط وبعد مطيني طبعا هنا جاي قال لي 2.4 بار ضغط الستيم، وال شو اسمه الايفابوريتر يشتغل بابسوليوت بريشر بمقدار 0.07 بار بالايفابوريتر. هنا هو قال لي assume that the properties of the solution are the same as that of water. يعني اجي استخدم ستيم تيبل في حالة انه اريد اوجد الانسالب، يقول لي نفس المي استخدم. Taking the overall heat transfer is good 2300. ايش قد ثبتناها هنا قبل شوية يا شباب؟ نفس القيمة دكتور ثبتناها. وينها؟ اذا هاي 2000. اوكي، اذا هو قال لي استخدمها هذه. Calculate the heat transfer, the rate of steam, يعني قيمة الـ S, and the necessary heat transfer surface area. ايش قد قيمة الـ A, الـ area هنا؟ طبعا هو نفس المثال اللي هو قبل شوية، مثال 5.1، بس هنا راح نستخدم ويا القوانين مال مثال 5.1 المعادلة مال الـ Q over A ساون الـ U في الدلتا T راح نحتاجها. فأول شيء أسوي رسم بسيط،
مثل ما هذا، مثل ما تعودنا بالمثال الاول، احدد منو الاف، منو الفي، منو السي، ايش قد الكونستيشن، ايش قد الاكس اف، ايش قد الاكس سي، ماشي، والستيم عندي هنا منو، قد الضغط مالته، وايش قد الضغط مال هذا. اول خط اسوي اوفر اول ماتيريال بالانس، الاف هو قايل لي الاف ايش قد قيمته، واحد، احسن في زائد سي، فعوض عن هاي المعادله الاولى. اسوي سوليد ماتيريال بالانس، الاف الاكس اف يساوي سي في الاكس سي، الاف عندي قيمته واحد، والاكس اف معلومه 0.15، والاكس سي 0.5، راح اطلع قيمه السي، عوضها هنا راح اطلع قيمه البي. اذا انا طلعت قيمه البي وطلعت قيمه السي، هاي اول خطوه. انزين ليش اطلع هذا؟ اللي نحتاج انا ليش احسب لي الاس، الاس هنا بهاي المعادله الاس، فاحتاج هاي القيم انا اوجدها، قيم عندي الاف والبي اللي نحتاجها بالمعادله، فلازم اسوي ماتيريال بالانس في البدايه، شود بي لازم. فهنا سويناها، الان نجي الان نطبق هاي المعادله، هذه بما انه ما اعطاني قيمتها اهملها تهمل. فالان عندي هاي المعادله، اجي احسب من عندها قيمه الاس، ايش قايل لي؟ يقول لي الاف والسي والفي اعتبر الخواص مالتهم خواص المي. فاجي انا هنا فروم ستيم تيبل بضغط اللي هو 2.4 بار، اطلع الاتش مالت الستيم والاتش اس سي ايش قد مالته 530، وبعدين هاي بالنسبه للستيم طلعت الاتش اس والاتش اس سي، بالنسبه للفيبر والسي والاتش يعني الاتش اتش بي والاتش سي والاتش اف، هذه منين؟ احنا قلنا راح نعتبر الفيد هو نفس بيور ووتر، اروح على درجه الحراره مطنياها مات الفيد، اطلع الاتش اف اللي هي مات الليكويد، الاتش اف بهاي درجه الحراره بالنسبه للمي الليكويد، وبضغط هنا 0.07 بار، اطلع من الجدول الاتش بي والاتش سي مات البيبر، واجي اطبق المعادله واحسب قيمة الاس. من حسبت قيمة الاس عندي الكيو تساوي الاس هنا اي سوري ناسيها، اوكي صحيح، الكيو تساوي الاس في يعني هي كمية الكيو الحرارة، راح تساوي الحرارة المنتقلة منين؟ من الستيم، وعندي قيمة الاس وعندي هذا، فحسبتها هذه الكيو عندي معلومة، اليو قال لي 2300، الداتا تي هذا اللي هو بهذا الضغط اللي هو 2.4، طلع درجة الحرارة عندي 126 ناقص 39 اللي هي درجة حرارة الفيد عندي، اللي هو طلع هسه عندي اللي هي بالش اسمه بالضغط اللي هو 0.07 بار. هذا هاي كله شغل جد ستيم تيبل، كله شغل ستيم تيبل، فطلع واجي احسب يطلع عندي 8.86. هذا كله شغلنا شنو؟ ستيم تيبل. يعني ايش اريدكم هسه؟ نسيت هذا السؤال، تروحون على ستيم تيبل تطلعون القيم مالته، تعلمون شلون تطلعون القيم مالته، مهم جدا استخدام الستيم تيبل، كلش مهم جدا جدا على مود تطلعون القيم مالته. اللي هنا نتوقف، احنا هاي محاضرتنا اللي هنا نتوقف، نكمل ان شاء الله على الاسبوع القادم الجزء الثاني من شغلنا، واللي هنا احنا توقفنا. واضحة الفكرة شباب؟ اكو سؤال شي ما واضح اعيد لكم فشي؟ واضحة دكتور، واضحة دكتور. اي جيد، يعني انا من يعني طبعا هاي كلمة واضحة يعني كلش افرح لها حقيقة، بس اريدها وين تطبق هذه الواضحة؟ ها؟ وين تطبق؟ بالامتحان. طب لا، وين تطبق؟ بالامتحانات. يعني اريد بالامتحان يعني الواضحه هاي فعلا انت تجيب درجه عندي بالامتحان. واضح؟ فاريدكم بالامتحانات. هسه انا اول كويز حقيقه اللي نتائجكم ما عجبتني حقيقه. هذا اول كويز، الكويز الثاني المفروض تكون النتائج مختلفه، لانه معناها اكو مشكله اذا الكويز الثاني نفس النتائج. وقت مع العلم اني دا اقول لكم اكو شيء ما واضح، اوضح لكم، اعيد السؤال، مو
يعني دا اكرر عليكم هاي الحاله، لانه انا ما اريد طالب بيكون عنده الامور كلها واضحه عنده شلون يستخدم الشارج، شلون انتوا تلاحظون بكل الفصول اللي اخذناها كل فصل سؤال سوي توضيح المثال مالته واعطيكم التطبيق مالت الشارج. اريد نفس الحاله، يعني انتم بالامتحانات يكون بنفس المستوى، تعرفون شلون تستخدمون الشارتات، ستيم تيبل تعرفون شلون تستخدموها. وعادة أنا بالسؤال من أجيب السؤال أجي يعني أرفق إياه لنسخة الستيم تيبل اللي تحتاجوها بشغلكم، يعني كل سؤال بالإيفابوريتر. أوكي، أتمنى أن الأمور عندكم كلها واضحة. بكر أكو شيء ما واضح؟ واضح دكتور. جيد الحمد لله. غادة واضح دكتور. زين الحمد لله. زينب، زينب خالد. نعم دكتور واضح. جيد، اذا الامور كلها اوكي ماشي، يعني اذا انا اشكر يعني متابعتكم وياي، وان شاء الله نكمل بقية الشابتر ان شاء الله بالمحاضرات المستقبلية في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا للحضور وللمتابعة، في أمان الله.